كثير من الأخوة والأخوات يتساءلوا عن الطريقة المثلى اللي من خلالها نتعامل مع الحشائش مثل البقدونس، الكزبرة، الكرفس وبقية النباتات الصغيرة اللي جاية من المزرعة أو حتى من سوق الخضار. يمكن هو أفضل طريقة بعد ما يتم تقطيع الجذور الأولى زي ما هو واضح حاليا، نغمرها في مكان يكون مملوء بالماء، حوض أو أي شيء شبيه، وبعدها نحاول نرش عليها الملح. طبعا أنا الشلة أعملها دائما مع العائلة أني أعزل الحشائش عن بعض، يعني ما يصير أن أخلي مثلا البقدونس مع الكزبرة أو الكرفس أو ما شابه، وبعدها أضيف ما مقداره تقريبا خلنا نقول جزء بسيط من الخل وأخليها مع عملية له التقليب المباشر. هذا كله يرسب الكثير من، أنا طبعا ما أتكلم عن الرمل، أتكلم بالدرجة الأولى عن إذا كانت هناك حشرات أو أي كائنات مجهرية. يضاف إلى هذا الموضوع الأشياء المتعلقة بالمبيدات الحشرية، هذا كله يفصلها نسبيا ووصلنا إلى أفضل مرحلة ممكن أن احنا نتعامل بها مع هذه الحشائش. طبعا بعد التقليب نلاحظ خلال عملية التقليب كل الأشياء اللي تظهر في السطح من أوراق تكون مثلا ميتة أو ألوانها متغيرة تنشال زي ما هو واضح حاليا. شوفوا زي مثلا هذه بعض الحشرات تلقائيا تلاقيها تطفو على السطح لأن البيئة غير مناسبة إلى نمو أي كائنات حية، يعني خصوصا أنها مليئة بالماء في ملح بالإضافة إلى الخل. تلقائيا بعدها نشيلها بعد ما نكون قلبناها إلى فترة تمتد إلى حدود 5 دقائق زي ما هو شوفوا واضح حاليا. شوفوا كل الأشياء اللي هي بتكون متغيرة تظهر على السطح. بعد ما أخليها حدود 5 دقائق مع عملية التقليب المباشر نحاول نشيل الشوائب، على طول بعدها أخذها إلى وليكن مثلا منخل أو ما شابه حتى يتفق الماء منها زي ما هو واضح حاليا. هذا اللي أقوم به. طبعا استمر مع بقية الكميات بهذه الطريقة وأتركها حتى تجف تماما. اللي تشوفوه حاليا هي كميات الرمل اللي نزلت بالإضافة إلى بعض الكائنات المجهرية اللي يمكن ما تشوفوها حاليا. يضاف إلى هذا الموضوع بعض الأوقات يمكن تشوفوا بعض الحشرات تتحرك. طبعا اللي عملناه هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد ما نجفف الحشائش نوضعها في أحواض بماء نظيف وماء جاري ونرفعها مرة ثانية إلى المناخل ونخليها تجف بالطريقة هذه تكون جاهزة إلى التغليف.